تكلمنا ده الموضوع، تكلمنا ان نحتاج على الاقل مسؤولين عشان انا على الاقل يعني ادافع او ابين حق الناس الصوره اللي عام كان في توقيف. انا ما سببت خطر انه هو يطيح. انا نتمنى اول شيء سلامه الجوكي وسلامه الخيل، والاستواء بعدين هم اللي ياخذون قرارات. احترم رايه بس اتمنى انه يرد يرجع حق الفيديو. بالعكس عاقني. شلون عاقك؟ اخر حصاني. هل انا باترك الفوز وبخسر مثلا؟ اتمنى يتغير القانون. واضح الفيديو واضح كل واحد يشوف. كل لي ثقه ان المضمرين والملاك بيصير عندهم ثقه اكثر، ما بنخليها مثل ما هي. لا لا ما في شيء عادي يا هدى، عادي ما في. انا وضعي خطير اوريدي. انت خطير اوريدي. انا ما اقدر افسر كلامه قد ما اقدر اقول يعني اعاده حسابات. طلبنا الدكاتره جو سووا سكوب شافوا بلاوي داخل، يمكن بدايه النهايه. The old set. Herof and racing. انتصارات من جانب السياج لجيب. لكن الصدارة حتى الآن مع. Here we go. Herof and racing. انطلق اشوف. وسط الفيات مع فارس بن سندرتون من وسط الفيات، هنالك محاولة أيضا من قبل كونشي. اليوم أبغيكم تفكرون معاي. هلا روح أبدا. شنو أسوأ شيء ممكن يصير لو فشلت؟ وشنو أحسن شيء ممكن يصير لو نجحت؟ ما بيسوي هذا الشيء. والله ما بيسوي هذا الشيء. إذا كان جواب الاثنين ولا شيء، معناها في شيء غلط. هو النظام يحتاج يعني إعادة دراسة. وكل نظام عشان ينجح يحتاج توازن، وهذه أهم شيء. قرار ما كان صائب. بالضبط. بس بعد في شغلة المفروض كانت تصير. المفروض. خلونا نبتعد عن هالكلمة شوي. وأبغي أقول لكم شيء. تكلمي، إحنا ما كلنا رؤساء. كلنا ما يصير كلكم رؤساء. محمد. عمرك لا تظن إن الآخرين هم السبب في أي شيء أنت تمر فيه. متعمد. انتك رديت على سؤالك وبسوي القصة من راسك. وعمرك لا تظن ان الكل بيوقف معاك الهدف انت تبغيه. عدل عدل كلامك. ما تتصورين هدى احنا متضايقين. وعمرك لا تمثل انك مو مهتم وانت تعرف ان اللي داخلك غير. بالنسبة لي خلاص الصفحة انتهت، الحين صفحة جديدة. واذا بتنتظر شيء انتظره من نفسك ومو من طرف غير. لا 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 ابدا يعني تعرفين ما اعرف، خصوصا اذا كانت اجوبتكم ما تعكس الواقع اللي يصير. Breath of Air انظلام، عبد الرحيم انظلام، سمو الشيخ عيسى انظلام. انت زين، انت يعني تين تسأليني عشان انا على الاقل يعني ادافع. ممكن بالعكس عاقني. معلش الشيخ سلطان سامحنا يعني. إيه؟ بس حوادث قصور تربطه هواش بيصير. هو سمع الغمامه شنو 44 الحاز على المركز الثاني في المركز الأول حتى الآن مع المرشح. شو أخبارك عقب ذاك الأسبوع يا يوسف؟ والله طيب عادي الحمد لله. مو بعادي؟ لا لا عادي. سباق ذي هدى والأمور طيبة. بس مو بعادي. لا بالنسبة لي خلاص الصفحة انتهت.
نحن صفحة جديدة. إيه انتهت بس يعني لا تقول لي كون عوجي. أمض على الصفحة. تخليني أرجع أسألك شنو كان شعورك؟ لا لا سمعت كل البرنامجكم ولهم حق الجماهير يعلقون سنوات أنا أستفيد من الجماهير. فالحمد لله. أتمنى التوفيق يعني. سباقات جاية يعني. سباقات جاية وسباق اليوم نقول كريان لأنه ما شارك ذاك الأسبوع. لا في الأفضل جلابي وقويسان في الأفضل. كلام معقول من عقب أدائهم في كأس ولي العهد وبحكم ما في غيرهم مرشحين في الشوط. مبارة تتجه على الجلابي بحكم مشاركته في كأس سمو ولي العهد ورئيس الوزراء يعطونا الأفضلية. السنة إذا أشوف إذا راحوا سباق المرشحين ثلاثتهم أنا أشوف مرشح ثاني هو اللي بيفوز في الشوط. هم اثنين هم طيبين الجلابي وكحلان عافص. ترى كحلان عافص قدم أداء طيب وحصل مضايقات هو في الشوط. لو ما حصل مضايقات بيكون لا كلمة في الشوط كان. وانتم ما قصرتوا فيديوكم واضح. تقرير الستيوارد ما كان يتكلم عن هذه لأن هذه كلش ما فيها ولا أي شيء لأنه وايد كان بعيد عني الحصان والكل شاف ليش حصاني مال. حصاني مال لأن أنا ضربته ضربة الثانية ثالث ضربة أتوقع شوي كانت بقوة فالحصان ما تحمل سوى درت. فأنا بسرعة كنت بدارك الموضوع أسحب الستيك لجهة اليسار لما سحبته طاح. فهذه كان غير متعمد. تقرير الستيوارد يتكلمون عن أول 500 متر. شنو هو؟ تقرير الستيوارد أول 500 متر يعني أول ما دشينا أنا كنت في هو كان في جهة اليمين وأنا كنت كان هناك في البداية هناك بالضبط. تقرير الستيوارد يتكلم عن أول ما لفينا الكسرة بس الحكي اللي قاعد يصير لما حصاني سوى درفت على جهة اليسار بس ما خذوا قرار الستيوارد ولا صار شيء. هاي قرار عندهم الستيوارد يتكلمون عن أول 500 متر. أول 500 متر أنا كنت محصور وكنت أبغى أطوف من جهة الريل. لما رحت جهة الريل بدي كان وراي فشوي تضايق بدي بس الزين ليش قالوا للستيوارد قالوا الستيوارد ما فيها شيء لأن لو يعني كان أول شيء أنا متعمد أنا كنت راح أخذ عقوبة جدا قاسية ولو مو شرط إنزين ما علي يعني ما علي. أنا أحترم جدا اللي قاعد تقوله عبد الله إنزين وكلش تعرف إنه أنا ما قاعد أقول لك إن أنت سويت شيء أنا بس أسأل إنزين هو لازم نوضح حق الناس لو في تقول كلام لي لا تقول لي أنت الحين إن أنا لو سويت كذي كان أنا بحصل عقوبة مثلا من الستيوارد لأن أنت سبق في لقاءات سابقة كنت تتعلق على الستيوارد وعلى أنهم مو دائما يكونون فير وعلى أن قراراتهم مو دائما مأخوذة بها. هاي النقطة اللي إحنا كنا نتكلم عنها إن قرار ما كان صائب وهاي سباق وكل مدرب يسوي له خطة معينة بس نتمنى يكون السباقات بطريقة أفضل ما تكون بطريقة مثل ما أقول كلمة يعني وتنحسب عليه بس أتمنى يكون الأشواط نظيفة يعني بس أنا ما كملت كلامي عشان تعرفين يعني لو تمينا نسوي لهم بيصير حوادث إذا أنا أسوي مثل ما يسوي غيري يكون السباقات بيصير فيها حوادث عرفتي؟ أول شيء إن أنا لما دشيت على الحصان أنا ما سببت له خطر إنه هو يطيح هو شوية تضايق الحصان تفاجأ فهذا اللي صار بس ما صار إنه مثلاً سحب حصانه كذي وهو كان في خطر يعني لا خسرته مركز لأنه تونا لحين حتى ما حركنا لو أنا جيت بعد حطيت لي جوكي ولا حطيت لي اثنين وقلت لهم إذا بيصير شيء يسوي كذي ويسوي كذي أتوقع بيصير حوادث. لو يوسف تكلم إن أنا وقت اللي سويت درفت على جهة اليسار إن أنا متعمد لا هذه ما كانت متعمد مثل ما قلت ليش أنت حطيتي وشفتي إن حصاني ليش مال على برا أنا في السيدة يعني آخر 400 متر أنا ما أدرك حلان عافص فوان لأن آخر شيء أنا شفته فوان كان جهة اليمين فأنا ما كنت كلش أدرى عنه فوين يعني أنا مو طول الدرب قاعد أدور وينك حلان عافص عشان خسر إنزين أنا حصاني رايح حق يفوز يعني هل أنا بترك الفوز بخسر مثلاً كحيلة نافص؟ يعني أنت شفت إن اللي صار كان متعمد؟ متعمد إيه؟ أنت كرديت على سؤالك لا؟ أحترم رأيه بس أتمنى إنه يرد يرجع حق الفيديو وبتشوف إن أنا مو متعمد يعني مثل ما يعني الحين مثلاً أنا جيت وكنت منحصر وطلعت حصاني وجيت ودفعت وقمت أضرب من زمان أنا ما عندي منظرة أطالع كحيلة نافص فوين؟ عشان أسوي هذا الشيء. يوسف ليش ما اعترضت إذا هاي صدق وجهة نظرك؟ لا أنا طبعي ما اعترض. لا ما يصير. أنا ما اعترض هدا لأن يشوفون واضح الفيديو واضح
كل واحد يشوف وهم المخولين. محمد قوس ما تخليني أسألك سؤالين؟ ليش؟ عيل نسأل من على المواضيع إذا مو بنت؟ من يمثل الستيوارد؟ ها؟ ما حد؟ أنا ما أقدر، أنا ما أقدر. إيه بس أقصد يعني إذا أنا بدي ستيوارد من؟ هو يمثل الستيوارد؟ كلميه هو مدير تنفيذي عضو يعني. عضو هو ولا الرئيس؟ عضو في الستيوارد يقدر يكلم. مو مشكلة، لا خلني بتأكد من الموضوع ذي وبخبرك، يعني يا أنا أو أحد غيري ممكن يرد على السؤال ذي. أوكي. من رئيس أنت؟ تكلمي احنا ما كلنا رؤساء. كلنا ما يصير كلكم رؤساء محمد. أتمنى أن يكون الأشواط ما تكون في هذه الحركات. لأن لو صارت هذه الحركات بتصير مشاكل. حوادث، كسور، خربطة، هواش بيصير بعد ترى. توصل لمرحلة يعني فوضى. عرفتي؟ أنا ما ألعب باللعب. أنا ألعب سيدة. وليش أتعمد أصلا من الأساس؟ ليش؟ يعني الحصان القوي هو راح يفوز. أنا لو بسوي أي شيء إنزين، هذا أول شيء مو من طبعي لأن أنا مستحيل أسوي هذا الشيء في الرأس. وثاني شيء أنا ليش بخسر؟ أنا مو بخسر، أنا احتمال أطيح الجوكي. فأنا ليش أتسبب حق الريال بادي؟ يعني أنا لو جيت سويت كذي ولا جيت سويت كذي إنزين، يمكن حصاني يضرب حصاني ويطيح. يعني أنا مو بس خسرت، أنا خسرت الحصان مثلاً، هل أنا برضه إني أنا أخسر الحصان وأطيح الجوكي؟ أنا تمني أول شيء سلامة الجوكي وسلامة الخيل. والاستيوار بعدين هم اللي ياخذون قرارات. هذه نقطتي، عندي سلامة الجوكي والخيل، لأن إذا أنت ما حافظت على ذلين صعب. هذا هو قلت لك، يعني ممكن أن أنت تقول مستحيل، بس ممكن يعني وجهات النظر الثانية ما تقول لك مستحيل، تقول لنا لا ترى يعني ممكن كان عندك سبب أن أنت تسوي كذاك في ذاك الشوط. يعني أنت شفتي الرئيس، أنت شفتي الرئيس، يعني هل شفتي أن أنا متعمد أسوي هذا ما الشيء؟ ما أعرف، أنا ما أقدر أقيس عشان شيء أسأل. يعني أنا شفت طوفه فقلت يمكن أنه كان شيء يعني مو متعمد وعادي ويصير في الرئيس، فما أعرف. لا ما في شيء عادي، هدى عادي ما في، لا في قرار. احنا بس انتهى السباق نقول خلاص مبارك حق اللي فاز، مبارك حق الجوكي اللي فاز معه. هذه سباق حاصل. انا حطيت اي التصوير من كل الجهات، انت حطيت التصوير من الهدون، وانت حطيت التصوير من السياره جهه اليسار، حتى حطيت التصوير من ورا. فلو انا كنت متعمد مو على الاقل بشوف وين هو، هل انا بغي وبطلع بس كذي يعني يمكن انه هو وراي؟ تعبتوا صح؟ ويمكن ليه ما تعرفون من الصح ومن الخطأ، بس أنا ما بغي أعلق بعد أكثر. انسوا اللي صار الحين وشوفوا الشوط الأول. أطويسون مرة ثانية مع البايزر اليوم. اليوم إحنا حطينا فازان نجرب أنا شوط نشوفه خفيف نشوفه. بس أنت قلت لي من قبل إنك ورد وجربت. جربنا إيه وبرد مرة ثانية. أنا بعد حسين قال لي حسين ماكي قبل خلص السباق قال يبي له بلانكر ولا برايزر خطلة، فحطينا ومركبينه إياه ونشوف اليوم شو بيسوي. الله يوفقك. بروف آند ريسينج انطلق أول أشواط الأمسية على كاس واهو من مسافة 1400 متر بمشاركة 6 من الخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو بانطلاقة المرشح الأول الجلابي 1544 مع الفارس بن سندرسون، يلحق به ثانيا كريان 1706 مع الفارس روزي جيسب. المركز الثالث يتواجد ربدان ام 677 مع الفارس جورج وود. المركز الرابع بمحاذاة السياج هنالك السويتي ام 671 مع الفارس مارشالس جارس. المركز الخامس هنالك الصقلاوي 1564 مع ابراهيم نادل، بينما تاخر لغويسان 1762. اذا نعود الى الصداره والمركز الاول حتى الان مع المرشح الاول الجلابي 1544 الحائز على المركز الثاني في الاسبوع الماضي بكاس سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. المركز الثاني هنالك انطلاقة كريان مع الفارس روزي جيسب. المركز الثالث هنالك ايضا السويتي ام 671
مع الفارس مارشالس جارس. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع المرشح الأول الجلابي 1544، بينما محاولات هنالك أيضا من قبل طويسان 1762 مع الفارس حسين مكي بالكاب الأحمر بشعار فيكتوريا. لا يزال انطلاق حتى الآن أيها المتابعون الكرام مع الجلابي 1544 مع الفارس بن سندرتون، محاولات من قبل طويسان 1762، لكن المرشح الأول الجلابي يطير كاس وهو بقيادة موفقة من الفارس بن سندرسون. طويسان في المركز الثاني، المركز الثالث السويتي ام 671، والمركز الرابع جابي الصقلاوي 1564. Look, he ran well last week. Probably should have won. I think the race was set up for Abdullah Kuwaitis to win. It was a very rough and messy race. And today he made the running and he's got the job done. يوسف طاهر، يوسف طاهر، يوسف طاهر. ايش طار ويا كريان؟ ما ادري تقول طلع بسرعه وعقب تقول طلع كنا بيروح مرة. I just want to ask about كريان. No comment. Why? No comment. Thank you. ما فهمت له انا. انت ما فهمت؟ كريان بس ما ادى السباق المطلوب منه. السبب يعلم رب العالمين. الحصان سليم وما في شيء، فايش صار وياه يعني؟ هو ذاك اسبوع اللي ركبه حسين مكي يا ثاني مع طويسان، واليوم شفتها رايحة من البداية في المقدمة هي، شوفي لو بتلاحظين اكو، فالظاهر ان راح صار البيس سريعة لي وايد من البداية، العادة آخرة شوي، شوفي رايحة ورا من ورا الجلابي. ايه ادري، بس حتى لو هو يعني اللي شفناه في الاخير كانه صاير في شيء يعني. لا وكو طلع الحصان قدامكم ما في شيء. انسوا كريان، وما اعرف ليش روزي ما تبي تتكلم عن اللي صار، بس في نقطة مهمة لازم ننهيها الحين. هل نقول طويسان مع الغمامة شفناه بشكل افضل؟ لا مو افضل، انا احسه لا ضرته ولا فادته يعني، هذا هو مثل ما كان. ما قدم. شوفي. قلت حق حسين ما قدم، قلت له بدون البلانكر افضل. اي صح. وقال لي حسين، قال لي لا احسن بدون، احسن بدون. اي شفتي يوم سباق كاس ولي العهد؟ اي بدون بلانكر. نهائي نهائي. اي اي. اوكي. وكاس ولي العهد داش مع الخيل، شوف بينه قب وايد. اي. يلا الحمد لله. مبروك الجلابي. اتمنى ان زين الاسبوع اللي راح، بس يعني دانس مونكي اقل ان يكون مجهد هذه المسافه حتى لو تم طريق. اتوقع المنافسه بتكون بين دانس مونكي وهاي بيم في المنافسه، واحتمال يدخل اياهم من نقدر ندخله وياهم. ولا تنسون ان الشوط هانديكاب من 0 ل45، بس ظنون نقول كايد. زين بيكون في اتم الجهود يعني اجهز. أيه. من المسافه عندي كوالم اكيد احسن، بس ان شاء الله يعني ما تصير لنا مشكله احنا السباق، لان حصان في أكثر من مشكلة بعد غياب سنتين عن المضامير، يعني ما في شيء صعب أو مستحيل، يمكن يقدم مستوى طيب في المقدمة. بداية ريس أحرز على المركز الرابع، يعني شيء إيجابي منه. إيه، أتمنى أن نسوينا اللي علينا وبعد يعني ونشوف. الجو كبير كبه زين، عارف أنه هو مرنا وهو راس أنه ذيك المرة ركبه زين، شوف اليوم ان شاء الله ما تصير اي مشكله بيأدي اللي عليه. ولكن هاي بيم ودانس ممكن بيكون جوادين قويين في هذا الشوط. دانس ممكن اكيد اكيد جاي يعني ثالث ويا خيل اقوى خيل يعني. يلا صح ركض زين الاسبوع اللي راح، بس يعني
حيدر عطار صابرينا يعني. لا مو بهاي اللي ابي اقوله، اللي ابي اقوله انه كم الحين هاي ثالث اسبوع؟ لا طبعا دانس موكي حصان جيد، لكن هناك في منافسه من قبل هاي بيم الذي تمكن من الفوز بجداره في مسافه 1600، فبيكون هو خصم لدود. انا اعتقد انه بيكون هاي بيم يمكن اليوم يتغلب على دانس موكي. ممثل اخر في وجهه نظر دانس مونكي. وعدتونا ذيك المره تخلون الرن وما خليت. انت جاوبنا جواب عادل، بنخلي لك اغنيه دانس مونكي. اذا غلب اليوم ما بنخلون. ذروف اند ريسينج انطلاقه خاطئه لجزلة ايها المتابعون الكرام. اذا ينطلق الشوط الثاني على كاس كراون اندستريز، نتمنى السلامه للفارس محمد الصفار. اذا نعود الى المركز الاول والصداره مع واردات هي التي تتصدر السباق من البدايه مع الفارس اندرو اليت. المركز الثاني تتواجد نيفي بلو مع كارلوس كوين، والمركز الثالث دوليه مع عبد الله فيصل، المركز الرابع هنالك هاي بي مع دينسون رودريغيز، والمركز الخامس بمحادات السياج هنالك يتواجد لدينا وي وينت سيكستون مع حسن الموالي. دونس مونكي في المركز السادس، كايت في المركز السابع، والمركز الثامن هنالك تشا تشا، والمركز السابع هنالك ايضا المختار. نعود الى الصداره والمركز الاول خطوه بخطوه دولي واردات من جانب السياج، ومن الجانب الاخر انطلاقه ايضا نيفي بلو مع الفارس كارلوس بوينو، ومن وسط الجيان هنالك محاولات ايضا من قبل وي وينس تاين مع حسن الموالي، وانطلاقه ايضا دانس مونكي مع الفارس مارشالس جارل. فعلا ايها المتابعون الكرام، لا تزال الصداره والانطلاق هنا، وي وينس تاين هو الذي يتصدر سباق، محاولات ايضا من قبل دانس مونكي مع مارشالس جارل. خطوه بخطوه هنا دانس مونكي هو الذي يتصدر سباق ويقترب من انتزاع الشوط الثاني على كاس كراون اندستريكس مع مارشالس جارل. المركز الثاني هاي بيم، المركز الثالث جاءت به دولية، والمركز الرابع بانتظار الصورة النهائية. إذا دانس مونكي من ينتزع صدارة الشوط الثاني. والله دانس مونكي أثبت إني غلطانة. إيه شفت ما شاء الله. وبعد بيثبت شي غلطانة. طبعا بعد مشاركتي في الألف متر والألفين متر يعني توقع أن يكون الحصان بعد هالمسافات مختلفة، توقع أن يكون مجهد بهذه المسافة حتى لو تم تريحه، لكن اليوم أثبت أنه حصان جيد. ويتراوي لي مستوى يعني عالي أعلى من دي الخيل. He's better than before. Now he's understand for the race. He's good. يتراوي إذا الحصان يعني نفس اخت صابرينا في كل المسافات. نروح حتى ال 2004 قاعد يعني في تدرج يعني خطه المدرب كذي يعني، لان حصان صغير في السن شوي شوي قاعد يبعد له. Yeah, no, he's an improving horse. He had a nice run. كان واضح مو منضغط الحصان. هل نقول اليوم طوفان أو خوافي؟ والله شوف طوفان هو مرشح فوق العادة يعني. بالضبط، وترى عادي ننهي الكلام بدون ما نتكلم عن أحد ثاني، لكن بس في نفس الوقت لا ننسى الجواد أمرت اللي المالك محمد خالد عبد الرحيم. نشوف الحين. يعني هي ثالث في آخر سباق وفارق مو بوايد بعيد. إن شاء الله نشوف عارف بس. نفس ستايل الوالد. دائما موثقين. لازم. سباق نحاول. أنا قد أكون ترى واثقة وياك، لأن اللي شفناه من إيمورتل صدق يقدر يعطيك هاي الشعور. أول سباق. كان واضح مو منضغط الحصان، بس حتى لو كنا واثقين من إيمورتل ترى طوفان إذا يقدم نفس ريسة آخر مرة صعب ينقلب. بدقري بعد خير فوزي بدقري بس على أول رقبة
هذا كوار هذا اللي يغلبون من اول ريس اي ما عليه ما عليه بس هذا بس الريس اللي قدمه طوفون اخر ريس بلا بالخيل بعيد اذا يريد بعيد نفس الركضه خطير في الشوط حتى خوافي زينه بس هما يوم يركب ذيك الركضه هاي ما كانوا وياه كلهم ما عدا ما كانوا وياه ايه كان في شوط غير خوافي ايه؟ شوط غير وهو ايه؟ شوط غير ايه؟ بس انا اشوف خيول ابو عبد الله غير اول ريس يجون ابيك اخو صبرينا خو صبرينا خلي بينه ما بين اي لانه حتى اخذ بورت لاينز ما بينت بس يعني يظل مرشح الاول قوي في هذا الشوط الشوط الثالث على كاس مجموعة آل شريف من مسافة الميل 1600 متر بمشاركة 11 من الجيادة اللوكال انتاج محلي لعمر 3 سنوات فقط بانطلاقة أمورتل هو الذي يتصدر السباق مع الفارس جورج وود خطوة بخطوة مع المرشح الأول طوفان مع الفارس عبد الله فيصل المركز الثالث هنالك إيباك مع الفارس حسين مكي وتغيرت الصدارة الآن لمصلحة إيباك مع الفارس حسين مكي المركز الثاني يتواجد المرشح الأول طوفان والمركز الثالث بمحادات السياج المرشح الثالث إمورتل بينما هنالك تقدم أيضا تأتينا من قبل أفنان مع الفارس روسي جيسم والمركز الرابع أيضا مرجانية مع الفارس عدنان جعفر خوافي في المركز السادس والمركز السابع مناو مقير العافور في المركز الثامن والمركز التاسع أوفرسيز وأيضا البروفيسور في المركز العاشر ومغيرة في آخر الجياد هنا الدخول في المنعطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية لا تزال الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع الفارس حسين مكي مع إيبيك المركز الثاني هنالك أفنان مع الفارس روزي جيسم ومن وسط الجياد انطلاقة إمورتل مع الفارس جورج وود الذي يبحث عن أول انتصاراته في البحرين وهنالك محاولات أيضا من قبل طوفان مع الفارس عبد الله فيصل فعلا أيها المتابعون الكرام إمورتل سلالة الرفاعي ووصيفة هو الذي يتصدر السباق الآن ويقترب من انتزاع الشوط الثالث على كاس مجموعة آل شريف إذا إمورتل يطير إلى كاس مجموعة آل شريف المركز الثاني طوفان إيبك في المركز الثالث والمركز الرابع هنالك أيضا خوافي إذا بانتظار نتيجة المراكز الأربعة الأولى والمعتمدة أيضا من قبل لجنة التحكيم إذا المرشح الثالث إمورتل Immortal show a good turn of foot today and he wins from his second start. Yeah, no, he's an improving horse. He had a nice run a few weeks back now and he's still a big baby learning. You see there he's sort of wandering around a little bit. But when he grows up he's going to turn into a nice little local bred for them. So fingers crossed there's more to come. ترى طوفان في اخر سباق فاز نفس الفوزه انا كان بالي والله طوفان قلت انه يبي لي يمكن بعد ريس ترى ما في احد ما كان عباله انه طوفان اليوم ما عليك مني اقول لك وثقه 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 كنت وايد لانه يعني طوفان عندك اوكي خيل فوز يقول ما شفناهم من قبل خوافي بعد نفس الشيء بس صدق إمورتل بين من اول ركبه بس لا هذه اللي شفناها خطير الحمد لله مستانس وهذا المستوى اللي قدمه غير مستغرب لا انا مو كنت اتوقع حسان اني اشوفه وايد زين بعد يتقدم في التمارين في ذي عرفت انه ما يعني ياخذ هاي السباق زين يعني بياخذ زين وشفت انه هو افضل من طوفان حيدر في هاي الريس اي في العموم قبل ذي الريس والله انا مو كان خايف من طوفان وهذا اللي بين اليوم هذا اللي بين ان امورت الافضل لكن هذه ريس يعني يمكن حصاني ما كان في صالح الشوط ليش مو في صالح الشوط يعني ذيك المره كان ستايله شوي غير هو اللي مشى وسوى البيس هالمره هو قعد يمكن هذا الشيء ضره ويمكن لا بس بين ان اليوم امورت الافضل مو بس مو بس بين ان امورت الافضل بين امورت ان امورت قاعد يتطور بالضبط طوفان ما قاعد يتطور يجوز مو بعاجبك كلامي لا مبالا ها لا قول مو بعاجبك قول مو بعاجبك لا مو لا مو عاجبني انا كل رئيس له ظروفه يعني وحتى لو سبق وقلنا ان طوفان بيكون افضل خيل الانتاج الحين إمورتل
ما بيترك له مجال. الحصان جاي من سلالة الرفاعي، الرفاعي يحب المسافات بعد الأبعد، فأنا أتوقع في مسافة يمكن 1008 والألفين راح يبدع أجر من شذي. She's a true honest sprinter. She likes it. نقولها شوت صدارة لو صهيل. أنا ما يفرق معاي سواء كانت صدارة أو صهيل. لأن الروح هي صهيل. صهيل هي الأجدر والأفضل يعني. شفناها في السباقات السابقة يعني تغلبت على الصدارة. مع أن صدارة اليوم الوزن بعد 55 صهيل 58. بس الروح هي صهيل، هي الأسرع في مضمار البحرين. عبد الله اخترت صهيل لأنه لا أنا ما اخترت، هو اللي أعطاك. أنا كيف أقرر أنه هو اختار صهيل؟ بس صهيل اليوم يعني جدويل خلاص ما حد فيعني صدارة موجودة، آخر ركضة حق صدارة يعني تشكل خطر على صهيل، خاصة فرق الوزن 55-58 ممكن صح. بس المفروض النص اخر مره لا ايه. انا كنت اتمنى اركب صداره صراحه، بس حت صهيل اوكي يعني صهيل صداره انا اشوف نفس المستوى يعني صار ايه. شامخ مع صهيل مع صداره ما علي، ما بقول شيء اوكي اوكي، بس بقول ليش حسين مكي مو ابراهيم؟ دشوط عليه شوي وزن نازل 57. الشغلة الثانية الأبرنتس ما ينزل. إنزين. ما ينزل 3 كيلو. ما خلص ترى. السؤال خلاني أفكر في وايد أشياء، بس خلينا نشوف الشوط الحين وبعدين بقول كل شيء يبي. ذروف اند ريسينج انطلق الشوط الرابع بعد انسحاب صهيل من هذا الشوط، انطلاقه موفقه لخمس من الجهات بانطلاقه المرشحه الاولى صدارة هي التي تقود الشوط من البدايه مع الفارس اندرو اليت بشعار سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسال خليفه، المركز الثاني شامخ مع الفارس حسين مكي الدره، في المركز الثالث محايده، في المركز الرابع بيرفكت لوشن، في المركز الخامس لا تزال الانطلاق حتى الان متواصل مع صداره الفائزة في آخر مشاركتها في مسافة 1000 متر تبحث عن انتصارها الثامن في هذه الأمسية. شامخ في المركز الثاني، الدرة ثالثا، بيرفكت إلوشن في المركز الرابع، وتأخر لمحايدة. إذن لا تزال الانطلاق حتى الآن متواصل مع صدارة سلالة هيلمت ومزيونة على المركز الأول، وعلى صدارة هذا شو مع الفارس أندرو إليت، محاولات أيضا من قبل شامخ مع الفارس حسين مكي، ومحايدة أيضا من قبل بين سندرسون، وأيضا محاولة من قبل أيضا لدينا الجواء الدرة مع الفارس أيضا شيموس كرونين، لكن الصدارة حتى الآن مع صدارة. إذن الصدارة هي التي تقترب من انتزاع الشوط الرابع على كأس آل شريف. إذن صدارة هي بطلة الشوط الرابع، شامخ في المركز الثاني والمركز الثالث، محايدة والدرة في المركز الرابع. إذن المرشحة الأولى هي من تنتزع وتخطف صدارة الشوط الرابع على كأس مجموعة آل شريف. Sadara wins her second race this season in a row in a good style. Yeah, she's just as good as ever. I mean, she's a true honest sprinter. She likes her job. She's just as good as she always used to be. She's enjoying the game. بعدم وجود صهيل يعني شفناها، قلت لك المركز الأول كان المفروض صهيل. It was a two-horse race. I had 3 kilos advantage. I still think we might have got away with it today. We would have won. خلهم يتواجدون ويتقابلون ونشوف منه الأفضل يعني. الحين بالكلام أنه فاز، قلت لك أنا قبل الشوط بعد الوزن في صالحة 55 وهذه 58، فلا يتقابلوا بعدين لكل حادث حديث. وسواء كانت صدارة موجودة أو لا هذه مو موضوعنا الحين. شوف أنا متفاجئة. لا شامخ زين ركضاته يعني، بس ديك الركضة شوي الحصان تراجع يعني. الريس اللي قبله غالب 1200 بيت على قولتهم،
بيت الحسين. شامة خاصة أداء قدم واجد ممتاز، ويمكن يحتاج الألف وأربعة بعد أحسن. كل شيء يصير في عالم السباقات. لا ما شاء الله، أنت قاعد تقول يعني هو جاي في تشالنج ويا سيارة، هذه يعني هذه شيء عود مو بشيء صغير. إن شاء الله الرئيسات. صح كلامي ولا غلط؟ عدل عدل كلامي. هي إن بعد الجوكي الخبر بعد لي دور في الشو في فوق الحصان، يعني كان قبل إبراهيم نادر إحنا حسين مكي خبر ليها دور بعد. فصدار شفنا غالبة مرتاحة يعني بدون يعني ضرب بدون أي شيء. يعني توقعتك تكون يا شامخ؟ الحمد لله رزاق. يعني هاي شيء خليني أقعد أفكر في فرصكم كفرسان متمرنين. إيش كثر باقي لك تصير في الجوكي وايد؟ لا؟ إيه باقي لي 16 ريس. بس أحسن لك تتم أبرانتس ترى. أتمنى إيه. الحين يعني اللي باقي على الفرسان اللي موجودين عدد قليل من الفوز خلاص يصيرون فل جوكي. إيه؟ والمدرسة عرفت يعني يحتاج الحين وقت. إيه؟ على ما تتفعل صح؟ إيه؟ قريب إن شاء الله. متى؟ 1/3 ما شاء الله جريب. التاركت قريب. إيه؟ مثل ما أنت عارفة يعني الهدف من المدرسة إن إحنا يعني يتم تدريب الفرسان يعني بصورة بروفيشنال، وأنا كلي ثقة إن الفرسان إذا يعني تم تدريبهم بصورة صحيحة بالأجهزة الموجودة بالمدربين اللي بيكونوا موجودين، أنا كلي ثقة إن المضمرين والملاك بيصير عندهم ثقة أكثر إن هم يسلمونهم خير. ومو بس كذي إنه يعني جيل جديد. هذه بعد أكيد. إحنا إذا هذين صاروا وفل جوكي من بيبقى عندنا أبرانتس؟ إحنا طبعاً بنبتدي باللي موجودين، لكن الهدف مو بس الموجودين، بنستقطب ناس يعني فرسان جدد، وبنحاول نهيئ جيل جديد أكيد، وجيل ورا جيل يعني هي هذه الفكرة. الفرسان عددهم محدود، أنا لو أدربهم في خلال موسم أو موسمين يعني الكل بيكون متدرب، فبضطر إني أنا أدخل دماء جديدة وإن شاء الله من البداية. احنا لازم كم عدد الفوز هني؟ 30. 30 ليش ما يزيد؟ حتى لو زادوا مو باحسن كذي؟ احسن تحصل أوكي. فرصه اكثر. اوكي بتحصل فرصه. إيه؟ بس هدى ما حق قاعد يطالع ال 62 الخيل قاعد تركض، ترى خيط قاعد تنظلم، انت تعطيه فارس متمرن ترى عدل. ما اقول ايش حق تصير في اليوكي، بس في البحرين هذا القرار مسوينه انا اشوفه زين. هذه قانون بعد وضع بعد ممكن انه يدرس، بس انا مو متاكد، ما ابغي اقول هل هو مرتبط بمثلا نظام دولي ولا مو متاكد. برا اتوقع 90 يمكن خلوه هني بسبب عدد يعني الميتينجز اللي في السيزون. يعني احس الحين لازم يزيد ترى، يزيد على اساس ياخذون وقت اكثر ممكن، لان اذا خلصوا يعني على ما انت تبني جيل في المدرسه على ما هم الحين ابرنتس صار لهم سنين للحين ما وصلوا. اجي بس انا اقصد لك يعني هاي الشوط اصلا كان لو يسمح بتخفيض الفرسان المتمرنين للوزن. إيه؟ حلو أوكي. فانت في ذي الشوط المجرب كمجرب بيختار له في الجوكي مثلا نفس ما اسامه هاشم اختار حسين مكي ومختار مثلا ابراهيم نادر. صح حلو أوكي. فاذا هم بيزيدون بيزيدون عدد مرات الفوز. إيه؟ حكم كابرنتس. إيه؟ انا احس بالنسبه لي افضل، لان تخيل ان انتم الحين بتصيرون فول جوكي ترى بعد فرصتكم بتكون اسوء. اقل صح. إيه؟ بالضبط صح بالضبط. فالحين انت مع ولا ضد؟ غير رايك؟ لا ما غير رايك. اكيد موافق. يزيدون هاي يزيدون لنا العدد وهم بيزيد فرصتنا. صح بس في كل الاحوال ترى ما حتى اللي قاعد يعني حصل ترى اللي قاعد يحصلون فرصه. قلت ليش فرسان معينين، ترى في فرسان زينين بس يحتاجون دعم. انا اكتش عني عن نفسي انا غير حسن المفرح العجمي واسطبلنا، وترى الاسطبل اللي موجوده عندنا ترى خيل مالي انا. إيه خيل مالي مال ابوي بس، اما بقايا لا. النهايه الزين يفرض روحه، اذا ما كنت زين لا يعطون. ما في شيء يعني يعني كل شيء ممكن يدرس، كل شيء ممكن يدرس وممكن يعني نشوف شو اللي افضل. 30 اتوقع هذه رقم من حقنا زمان يعني في القانون وماشيين عليه. بس على طار الفرسان المتمرنين، من ذاك الاسبوع وانا في قلبي شوطهم والصراحه ما ابغي اعدي. لا انت تستحق الفوز ولا تينار يستحق الفوز، اللي يستحقون الفوز بريث اوف اير وعبد الرحيم جاسم. عشان ان بريث اوف اير يستحق الفوز انه ما انضرب اكيد.
صح، بس تقدرين ترجعين للشوط شوي قبل الـ400 متر؟ زين. شنو صارت هنا؟ لو بنلاحظ بوكس رحيم وين؟ برا وانا وين بوكسي؟ في نص الريل. زين. فلو بنلاحظ ان رحيم جاء نزل على دينار كسرك شن الحصان، فاضطريت اني اسحب الحصان برا. لما دفعت الحصان مو راضي يجاوب وياي. احنا هاي كل دقيقه يطلعون لنا بشيء جديد. وانتم شوفوا اللي صار، وحتى لو ابراهيم معاه حق 1% في الكلام اللي قاله، ما له علاقه باللي انا ابغي اقوله. بالعكس عاقني. شلون عاقك؟ اخر حصاني، لو ما ضربت الحصان يمكن ما يغلب. بالضبط هذا اللي ابي اقوله، انه لو ما استخدم الوب ما كان بيغلب. مو بمنصف الشوط بكبره لا حق الخيل ولا حق الفرسان ولا حق الملاك. مو بعاجبني صراحه. يعطونا سسبنشن اسبوع اللي عقبه. ما سووا وش؟ لا قصدي النكست ابرنتس ريس ينعطى سسبنشن. ايه بس ما سووا هاللون، بس شالوا نقاط. اوريدي اذا بحسبوا عن النقاط العام متصدر بنقطة، انا على الفرسان متمرين ما حصلنا شيء. فيعني قلت هالسنه ايش له اصلا؟ ليش اتعب روحي؟ حرام الحصان يخسر. حرام بريث اوف اير يخسر. ملش. وهو التزم بالقوانين. إيه. اللي صار انه حطوا نظام النقاط مرتبط بالهاندز اند هيلز، ما حطوا يعني في عين الاعتبار ان اذا احد استخدم ممكن نسوي ديسكواليفيكيشن او ممكن ان احنا توصل الى سسبنشن. حاليا في النظام مذكور يعني مرتبط الهاندز اند هيلز بالنقاط فقط، لكن بنعيد النظر في النظام ذي. ومثل ما قلتي هذه حاله واضحه ان يعني يمكن ابراهيم شوي يعني ساعده انه هو فعلا استخدم. هذا الكلام مو مفروض نكتشفه الحين، مفروض وقت الشوط الستيورد يعرفون يشوفونه صح. مو بس كذي يعني الحين انت قلت ان هم الحين القوانين حطت كذي، بس ترى يعني الشيخ سلمان العام تذكر يعني في اكثر من موقف توقفوا الفرسان اللي سووا نفس الشيء. انا اولهم. ايه؟ اول سباق ضربت. ايه؟ زين كنت انا جيت خامس ماي سادس. زين وانشالت النقاط وصار توقيف. انا ما اقول كذي علشان هم ربعي يتوقفون، لا، لما انت تسوي قانون عدنان. إيه؟ توقف طول المده يعتمد لانه هو. إيه؟ يعني استخدم الويب. وقفوه مو عشان الويب، وقفوه عشان انه داخل سوء سلوك. لا بعد عشان اللي صار بوث كان. لا كانوا بيوقفون، كانوا بيشيلون نقاط من عنده. عدنان فلت الويب وداخل سوء سلوك، وكان يضرب بالسيور، يعني ثلاث اشياء مو شيء او شيئين. يعتمد على الستوردز، يعني الستوردز في الحاله دي انا كنت موجود والكل يعني كان مقتنع انه يعني ما يستدعي ان تكون عقوبه يعني كبيره. ويمكن الحالات اللي كانت العام الماضي تكون يعني كانت يعني واضحه اكثر او انفعت اكثر يعني. ما ادري، ما اتفق. انت تتفق؟ هو النظام يحتاج يعني إعادة دراسة. مو إعادة دراسة، أنا يعني أقول لك رأيي الشخصي. ايه؟ النظام غلط. يعني أحسه قاعد يظلم يعني حنش ذنب عبد الرحيم. ايه؟ اللي يعني التزم بالقانون. وترى أكيد كنت أبغي أسمع من عبد الرحيم إيش صار، لكنه ممنوع من الكلام معانا. وأظن من بداية الموسم لليوم اكتشفته من اللي مقاطعينه. تعلم الفارس يعني يدفع وتبني ثقة فيه أكثر مما هو يستخدم الوب حق اللي بيلتزم. فاحنا هني مع الأسف يعني صار لنا فترة طويلة باختصار أوت. أي روح. ممكن ليش تخرب على الشوط على غيرك؟ في النهاية هاد ستيورد، يعني كلمتش ما بتمشي عليهم، بيسوون لفراسهم ستيورد عادي يعني. حتى لو كان غلط؟ حتى لو كان غلط. انت في نظرك، بغض النظر انا احب فهمت انت ليش سويت شذي، لان اصلا ما حصلت شيء في الموسم اللي طاف وصار الهلون وخلاص فزت ومو بهامك، اوكي؟ بس انت تشوف انه هاي السيتويشن صح؟ اكيد مو صح. 100% قاعد ننظر فيه وقاعدين ندرسه وبنعالجه. يعني من الشوط الجاي مال الفرسان المتمرنين بيكون هلون القوانين؟ بيتغير، ما بنخليها مثل ما هي. 100% بتغير. لأن مثل ما أنت شايفة أتمنى يتغير القانون.
يعني اللي يغلط نفسك ويستخدم الويب تنشال نتيجته. اتمنى ما بتكون يعني يا بتكون في عقوبه اشد بحيث انه تحد من الفارس انه يعني يقوم بالعمل دي او تنشطه بالنتيجه. طبعا هذه يعني لازم الفريق كله معلش يعني. شيخ سلطان سامحنا يعني بس هذه الحق ولازم ينقال. ليش الكيس اختلف من حسين الديلمي اللي خالد الفضل؟ لا لا واحتفظ فيه. إذا يرفض يجتمعون ويتخذون القرار. وطبعا الدكاترة ما قصروا وحلوها. يمكن يبحث على داخل الطابق مو برا. يلا نبغى تقمص شخصيتك وانت تقمص شخصيتي. اتوقع مين بيفوز الحين؟ الشوط مفتوح ما تقدر تقول. شلون الشوط مفتوح؟ لازم يكون عندك راي شخصي. لازم يكون في عندك حصان مفضلتنا شايفه اداءه شايفه برفورمانس هيستوري ماله. ما يصير ما عندك حصان تفضلينه. صح الهانديكاب الاوزان متقاربه بس يظل انه لازم الواحد عنده راي شخصي. ايه بس ما يصير تظلم حصان على حصان. ما فيها ظلم. ما فيها ظلم، كل واحد يشوف هو كرايه الشخصي يرشح مين، ما بيظلم احد. صح كل واحد لرايه الشخصي في هالشوط بس الصراحه في جيود مميزه في هالشوط، امثال اللي هو ريتيرن اوف ذا ماك وسونيا هيني وبورغا توري وحصه، هالجيود اللي قدمت في اخر سباقات لها واللي تقريبا مميزه في هذا الشوط. وصراحه وانا اشوف الاسماء اللي لفت انتباهي مو اي اي للعفو بس اللي درب اي اي وهو مو بمحمد سعيد. بكون فرح معك عندي ثلاث تعورات فحب يعطيني بعض الخير على اساس انه اشتغل ويا فيهم. هذا الشيء بالعكس يشرفني على اساس انه اشتغل مع العفو. العفو طبلة كبير ويتمنى اي مضمر يكون يشتغل معه والحمد لله اعطاني حرام واحد وان شاء الله جاي تكون افضل ان شاء الله. محمد سعيد في خطر. انا وضعي خطير اوريدي. انت خطير اوريدي. ها؟ صح ولا لا؟ لا مو في خطر، لا بالعكس اوقات تصير يعني انلكي انلكي مو في خطر بالعكس يعني قبل العفو يمكن في بعض النقاط تريد تصليح. اكتشفت ان محمد سعيد ما عنده كله فوزين في هالموسم. فعلا. ليش؟ احنا صارت لنا مشكلة ويا الخيل. طبعا الدكاترة ما قصروا وحلوها بس يقول لهم وقفي شوي لين ما يرجعون. شلون يعني مشكلة ويا الخيل؟ مشكلة في الخيل يعني صارتنا كلهم؟ مو كلهم يمكن 75% منهم صار في تراجع لسبب ما يمكن يبحث على داخل الاسطبل مو برا. بس هو قول لي كلمة ما فهمتها يمكن انت تفهمها. بداية النهاية فسرها مثل ما تبغين. شنو يعني بداية النهاية؟ أنا ما أقدر أفسر كلامه قد ما أقدر أقول يعني إعادة حسابات. زين اللي سلمك فسر شنو يعني بداية النهاية؟ أنا بقعد أفكر وحلل. إيه وبسوين قصة من راسك. بسوي قصة من راسك. تنشرينها. ما نشوف أسوي لها خراج وكل شيء. لا لا لا. محمد سعيد هو المدرب الرئيسي. محمد سعيد عنده خبرة كافية أعتقد نقدر نتغلب على هذا النقطة. يعني على الخيل الصراحة اللي موجودة عندكم هالموسم أنا هاي اللي خلاني أسأل هاي السؤال إنه يعني في عدد من الخيليات. إيه فعلًا فعلًا أتفق وياك. يعني حتى الخيل العامية بعد مفروض هالسنة تقدم أحسن. ماي ستار، ناين بيلو زيرو، كينج أوف ذا ثرون، من بعد؟ كالوري، أوشن ستار، عسل، بس تعرفين هاي بارني بير بعد هاي المشاكل هاي المشكلة تأثر. تخيل حصان إذا ما يقدر يتنفس في الريس فوش بيقدم يعني. ما تتصورين هدى احنا متضايقين اثنيناتنا من نفس الموضوع بس ساعات شيء يعني بري رغدة فنتقبل ندوس على قلبنا نقول نشارك ونحاول وإن شاء الله. زين ايش متوقع من اي اي اليوم؟ اتمنى مع المدرب رمزي البخلاوي نشوف تغيير لهذا الجود. الحمد لله اخذت الشغل على شهر ونص تقريبا الحين شهر وشويه. اتمنى انه يكون يقدم الشيء اللي انا اطمح منه بس. يمكن اقول سونيا. ان سونيا يعني زينه. ان شاء الله الله يسمع منك. ان شاء الله.
ليش رشحتينها يعني من قبل؟ نشوف سباقاتها كامل كلها عندها اندفاع في اخر الامتار، فيمكن تعطي سيجنال انها تحتاج مسافات اطول. يمكن الفرسان اللي قادوها اللي هو ديفيد ايجن بن سندرسون كانوا يعطون علامه انه يشوفون الفرس تحتاج مسافه اطول. ساين وايندر ما شفنا لحن ربع مستوى صراحه هالموسم، فلا ما ادري. ريتيرن اوف ذا ماك مال المحمديه. أوه، جيلي ستون ورا كروس ذا ستار. اليوم مع هذا الجيل مفروض الأنظار والترشيحات تصب لمصلحته. ها لحين يدورون سولفنا 60,000 سولفة. روف اند ريسينج انطلق الشوط الخامس على كاس كراون اندستريز من مسافة 1800 متر هانديكاب من 0 إلى 80، ينطلق بانطلاقة سونيا هيني هي التي تتصدر السباق خطوة بخطوة مع أمان الذي انطلق من البوابة الأولى مع الفارس أحمد مكي. سونيا هيني في المركز الثاني، ريتيرن اوف ذا ماك في المركز الثالث، سسبكت باكيج ياتينا رابعا، والمركز الخامس ليتيجيشن مع الفارس بن سندرسون، والمركز السادس هنالك المختار ستار، المركز السابع سايد وايندر مع بن سندرسون. إذا نعود إلى الصدارة، والمركز الأول حتى الآن مع أمان هو الذي يتصدر السباق الذي انطلق من البوابة الأولى مع الفارس المتمرن أحمد مكي. سونيا هيني في المركز الثاني مع جون إيجن، والمركز الثالث بمحاذاة السياج ريتيرن أوف ذا ماك مع بادي ماثرز. المختار ستار في المركز الرابع، سسبكت باكيج خامسا، سايد وايندر في المركز السادس، وليتيجيشن في المركز السابع، مضمار في المركز الثامن، برغتوري في المركز التاسع، والمركز العاشر لودروم. نعود إلى الصدارة، والمركز الأول حتى الآن مع أمان بشعار الأخضر والأسود الذي انحدر من سلالة داون أبروتش، بينما انطلاقة أيضا سونيا هيني مع الفارس جون إيجن من وسط الجياد، انطلاقة ريتيرن أوف ذا ماك بشعار المحمدية ريسينج مع الفارس بادي ماثر، وانطلاقة أيضا المختار ستار. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا سونيا هيني هي التي تتصدر السباق مع الفارس جون إيجن، محاولات قائمة أيضا من قبل ريتيرن أوف ذا ماك مع بادي ماثر، لكن سونيا هيني بشعار فيكتوريا تقترب من انتزاع الشوط الخامس على كاس كراون اندستري. اذا سونيا هيني هي بطلة الشوط الخامس. المركز الثاني ريتيرن اوف ذا ماك، امان في المركز الثالث، وحصة في المركز الرابع. اذا سونيا هيني هي بطلة الشوط الخامس على كاس كراون اندستري. الحين الفرس بينت ان هي اخت بورت لايونز. أول ما كانت بخيط بورت لايونز. أحب بينت إن هي أخذ بورت لايونز. صدق احتاجت هاي الوقت عشان تراوينا هاي الشيء صح؟ إي طبعاً. بس بعد اليوم ركضاتها مختلفة. اليوم المسافة مختلفة بعد. Step up in the distance for Sonia Honey. It's works today. Yeah, Fauzi was quite confident when he spoke to me the other day. He said that he thought it had a very good chance if I was able to dictate, and I couldn't dictate because I was drawn very wide, but I was pretty happy where I was and confident the whole way, and thanks to David being suspended, I got on a winner. نعم مشت مع جون إيجن. هذا يعني جون إيجن ستايله معروف. جون إيجن من في الكسره يحب الجياد اللي دايركت تمشي على بيس قوي، فمشى وما حصل اي مضايقه، وبصراحه يعني جون إيجن ولا غلطه فوق الفرس وقادها قياده موفقه. No, I think she's just probably come to herself now and the step up in trip maybe as Fauzi said suitor and her brother's a good one. يعني قبل الشوط ما كنا متوقعين هالسيناريو ان تفوز سونيا هيني بهالفوز يعني ولا بهالانتصار ايزي. كنت انا شخصيا اتوقع جياد المحمديه ريتيرن اوف ذا ماك وحصه، ولكن معروف قبل الشوط الاسماء المميزه في هذا الشوط هم حققوا المراكز يعني من المركز الاول للرابع، الا امان اللي دخل من بين هذه الاسماء. ان شاء الله للافضل، حصان توه صغير جديد على مضمار البحرين، توه قاعد يجي في الفورم. ان شاء الله نتمنى من الله يعني ان احنا نتوفق اياه، احنا نعده حق الموسم الجاي، لان السنه الاجواء صعبه عندنا والترك يابس،
فالخيل مو قاعده تتاقلم بسرعه ويا التراك طبعا. ان شاء الله ان نتوفق اياه في السباقات القادمه. وخيل العفو تشوفوا موقعهم وين، يعني حتى رمزي ما قدر يغير شيء، بس المهم عرفنا عذرهم. فوزي قال لا بس انا يدوب اميل سوي شيء بين مسار زين وبين الفجر مقبل. الصراحة صعب الترشيح في ذا الشوط لان كل الموجودين في الشوط لهم تشانس، ما عليه يمكن دوب نستبعد اثنين او ثلاثة، اما باقي الشوط نقدر نقول مفتوح لكل الجيات. هو نقدر نقول عنه شوط مفتوح لان هانديكاب من 0 ل 95، بس بعد نفس الوقت نقدر نقول شوطين عاد حق كينكس وأليكو ونفس المسافة. نفس المسافة نعم. تذكر يوم أليكو يفوز على كينكس؟ لا ما أذكر صراحة. أنا أتخيل أليكو فوز على كينكس، لازم تتذكر. لأن جورج الفورس تأخر، فاليوم ترى إذا جورج وود ما تأخر مع كينكس نفس ما تأخر ذاك المرة يوم يفوز أليكو. صعب على أليكو. قبل الشوط الكل يتوقع كينكس بحكم الكلاس اللي هو راكض، إنه السباقات اللي خاض هي خيل يعني كانت أقوى بعد، فالكل يتوقع كينكس. ما علي، بس أنت ترجح يعني كفة كينكس ولا أليكو؟ أكيد أرشح حصاني. غلبني إنجليزي. Don't be late. قلت حق الفورس دونت بليت. الله عليك يا ابو محمود. ها فوزي قال لا ابو محمود يقول حق الفورس دونت بليت. ايه الله يلا ان شاء الله ينفذ الفورس اللي قلتها. Make sure this time you win. اليوم مو بس لازم تقولون حق كينكس Make sure you win، لازم تحاسبون حق وايد اشياء في الشوط. خيل زينه فيه. ايه اليكو زيزينيا. زيزينيا فرس ممتازة بس اليوم يعني شوف أول مرة يمتطيها جونيغن، شلون بتمشي وياه ما ندري، بس هي بتكون كلاسها ترى عالي يعني مو غريبة إذا جات غلبت. خلي على النبي 83 والباقي كم؟ إيه مع الوزن في صالحها. زين والمستوى اللي شفناه آخر مرة صراحة خلينا ما نرشح غيرها في الشوط. بتقول لي كينكس؟ 100%. بتقول لي كينكس؟ أعرف بتقول لي كينكس. بقول لك حسب المقبل. بس لا تنسى إن ترى كينكس زين خسر قدام أليكو مرة. خسر وين؟ وفي نفس المسافة. الفارس ما عرف يتصرف مع عجل يعني. كان هاي رأيي. فا كذي. عندي تشوفين ان شاء الله راح يتفايز دقائق. قولي على شنو خطاك؟ ثلاث دقائق تشوفين. كل شيء تشوفين. انا في الثلاث دقائق اللي قبل الشوط بعرف كل شيء. شنو ودك يصير فوزي؟ حق كينكس. ودي اغلب. شلون جوكي يتصرف عاد هذه بكيفه، لان ندفع له فلوس له عشان يركب، بعد نقول له بالضبط شو يسوي؟ هذا الفرق بين الجوكي الشاطر والجوكي الغبي. صح. اللي عارف يتصرف. صح. لا بعد تنشن. اي صح ترى يعني هو منطقي. بس يلا بنشوف. فيروف اند ريسينج انطلق شوط السادس على كاس مجموعة آل شريف من مسافة 1400 متر بانطلاقة 14 من الجيادة المستوردة ثيربريد بانطلاقة انكلينيشن، هي التي تتصدر السباق مع الفارس محمد الصفار بشعار العفو بالكاب الأسود، المركز الثاني سير فيكتور مع شيموس كرونن، والمركز الثالث سولار فلير، بينما المركز الرابع ستار بوي، والمركز الخامس ساندي موت كينكس بمحادات السياج، بالمركز السادس الفجر مقبل، في المركز السابع زيزينيا، في المركز الثامن والمركز التاسع هنالك أليكو، مسار زين في المركز العاشر، والمركز الحادي عشر هنالك أيضا لشفرة مع بادي ماثرز، بورا ستيب في المركز الثاني عشر، والمركز الثالث عشر سان سبرايد، وإنما هنالك أيضا تأخر لأيضا لدينا بيتكون بيشن. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع انكلينيشن، بينما انطلاقة زيرف
فيكتور مع الفارس شيموس كرونين، ومن وسط الجهاد انطلاقة كينكس مع الفارس جورج وود. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنالك كينكس هو الذي يتصدر السباق مع الفارس جورج وود الذي يبحث عن ثاني انتصاراته من جانب السياج لشفرة، ومن وسط الجهاد الفجر مقبل ومسار زين أيضا قادم، لكن كينكس إلى سادس أشواط الأمسية مع الفارس جورج وود. مسار زين في المركز الثاني، والفجر مقبل في المركز الثالث، وبورا ستيب في المركز الرابع. A first double for you in the season, and finally, Kings win in your hands. Yeah, no, it's nice to get on the board, and no, Kings has done it nicely. So the first time he's really shown me that turn of foot he's got. He's a different horse around the bend than he is on the straight, and I'm sure there's still more to come as well. مثل ما قلنا سيد بداية قبل الشوط، هو المرشح الأبرز، هو كان الأفضل في الشوط، انتصار سهل كان له. صح، فاز بكل سهولة رغم الوزن الأعلى اللي كان يحمله، بس قدر يتغلب على الخيل فارق يعني من ضمن مستواه يعني هالحصان. بس دكا فارس وحرك من وقت في أخذ موقع يعني صح في الشوط وقدر إنه يفوز. لكن إذا بتشوف بتلاحظ سيدي يعني نفس ما خبرتك قبل الشوط، مسار زين راح يكون له كلمة، لكن تيم أتوقع خان إبراهيم نادر اليوم، قاعد اليوم جدا انتظر، في النهاية كان عنده دخول، لكن خلاص يعني لحظات وثواني تحسم الشوط. بس يعني توقعنا ممكن تكون منافسة من أليكو من سيزينيا، بس ما شفناهم اليوم. صح، توقعنا من أليكو وزيزينيا وغيرهم، بس تعرف شوط التوازن شوط مفاجآت يعني ممكن ده، والحصان مسار زين متميز في هذه المسافة 1400 وقدر يعني يركض بشكل مستوى يعني ملفت حق الأنظار في هذا الشوط. انا ما اقدر اتكلم عن كونشكت. كونشكت يعني مثلا السباق الفايت هذا اول ما ياو من بريطانيا. لحمد ما تدري والله من اللي يغلب فيهم الصراحه، ما تقدر تحط واحد يعني من كلهم انغلبوا. بفرزون اللي رشحونه برشح اول مغلوب، فور ويل مغلوب، كونشك مغلوب، ممكن واحد من هالثلاثة يغلب، وممكن من الباقي الخامسة اللي باقيين. الباقي الحين خلوهم على صوب، لأن ما أحس في أحد منهم صج يستحق أن نرشحه، وبين المرشحين الثلاثة ما أعرف إذا صج نقول بفرزون أو لا، لأن أنا بفرزون خلص معور قلبي. وأنا بعد معور قلبي. صح؟ إيه. ما أدري يعني شنو الحلو يا بفرزون الصراحة. لا تكلم سألي. أنت قول لي. عشرة. يعني انتوا اخر مره يوم اتذكر يوم تقولون لي قلتوا لي يحتاج ابعد، الحين ليش رديتوا دخلتوا للألف؟ لان هي المسافه الوحيده اللي فوز فيها. لا ما في شوط عقب شنو يعني؟ ما في شوط 1200. شوف هو يركض من ال1000 ل 1200 ما تفرق عادي. إيه زين، حتى لو ليش اصلا انت مضطر ان انت تراكضه الحين؟ حيايبينا بس نطالع في الصبر صبر وياه. لا بس يعني تو ركضتوا قبل او قبل اسبوعين؟ سبرنتر عادي اسبوعين. اسبوعين وايد يعني. انا اشوفك مثلا داخله في هالشوط واقول مثلا فوزي رد يبي يشوفه في الالف، لانه في المسافات الثانيه ما ضبط وياه، كان كل مره يصير شيء. جايبينه عشان يشارك في السباقات. زين. ونخليه في الاسطبل ونصرح. فوزي عجلة تحكم وسجنت كل اسابيع الحين ما عنده شوط. زين. خليه يركض. يعلو عسى. بس انت مو واثق من بفرزون وايد صح؟ بفرزون اخر سباق سيد قدم سباق جدا قوي، افضل سباقاته يمكن. اليوم بفرزون مع بن سندرسون يمكن هذه خطوه اللي يمكن بس شوي يمكن تخوف تغيير الفارس. ما تقدر تحدد على
يعني وتيرة الشوط كونشكت يعني مثلا السباق الفايت راح أخذ المقدمة، فما ندري اليوم على وتيرة الشوط شنو الحصان راح يقدم. السباق الفايت راح في المقدمة، الحصان هلك. جربنا طريقة ثانية، شوفي اليوم عليه الهد الحمر. أوكي. عرفتي الهد الحمر؟ لا حين بشوف. إيه كاتب إيه. صح. هذه نفس اليمر. عرفت اليمر؟ إيه. هذا الحمر كل هد عليه، حط الكاميرا عليه الهد الحمر. من حط الكاميرا عليه؟ الكاميرا على الهد. نعم. انت من تلبس خيلك هلون يفوزون؟ لا اتوقع بعد فتره الراحه راح نشوفه بشكل افضل. اليوم المرشحين فور ويل وبفر زون. شيل بفر زون يعني لا ارجوك شيله شوي. لا 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 اليوم بيركض وايد زين بالذات في الخامسه تلاحظين. شوي كل يوم جوكي يتغير ممكن بس اوكي وصدق يعني تذكر يوم مايو مع بعض في الالف هو وكونتشيك. نعم هذه اول مايو ايه؟ من بريطانيا ايه؟ لحين ما تاقلموا على البحرين ايه؟ عقب شو صار دروب ايه بالضبط صار دروب فيحتاج وقت الحين بيبين اذا ردوا بعد ما ادوا يحتاجون مور تايم. فورويل غالب كل الخيل الموجودة تقريباً. باعتقادي أن فورويل راح يكون الأخطر في هذا الشوط واللي بشكل خطورة على اللي هو بفر زون. نعم بس فورويل غلب يوم بفر زون على البلينكر. بالضبط. مشور البلينكر أدى أحسن. هاي نقطة. ولايك ذا لوك بعد سباق الشوط. لايك ذا لوك بيروح دبي. بروح دبي. إنزين برجع على البفر زون. نعم. إيه بفر زون وفورويل درايف هم المرشحين. لا ما يصير تستثني كونشيك ترى. لا كونشيك إذا مرشح ثالث. غني عن التعريف كونشيك أنا ما أقدر أتكلم عن كونشيك بالكثير لأن كونشيك مثل شعار الحمدية في المنظمة البريطانية خير تمثيل. الحين أنت شلون تقول الهود ما ينفع وأنت توك مرشح لي كونشيك؟ هو مرشح. كونشيك دي مرشح كل واحد له وجهة نظر. أصلاً هو كل مرة سأله يرشحه خيرك. حصاني وعارفه. لا إذا حسان سلطان كان في المستوى اللي إحنا نعرفه بيكون من ضمن الأوائل. لا. الأول. بفر زون مستوى أعلى في بريطانيا 106 ريتر. لا تنسى وراكب في جروب. بس إحنا شفنا بفر زون هني. نعم. هل أنت تقول إنه هو يعني لما خسر أو الأداء اللي شوي متراجع اللي شفناه منه؟ وما خسر إلا مرة بفر زون يوم علي بلينكر. لا بعد مرة ثانية مرتين خسر بفر زون. السبرنتر ممكن أي واحد يقدر يغلب ما أقدر يعني أقول لك أثني لك على واحد يعني. يلا فيصل على فور ويل درايف إيه لا تشامبيون جوكي يختلف يختلف صح توفيق إن شاء الله إن شاء الله حق عالي اسبر الله ان شاء الله ها ترجعين تباركين حق سلطان اقول ايوه انا قلت له مستحيل استاذ لا لا لازم نشارك في عالي سبرنت مهم عندنا ابو عيسى هالشيء مهم عندنا ان مشاركه في عالي سبرنت ايه ان عندنا يعني ابو محمد دائما موجود وحاضر ويشارك ايه ويحاول يفوز Here we go, they're off and racing. انطلق الشوط السابع الشوط الرئيسي والختامي لمسافة الألف متر المسافة السرعة التي لا تتحمل الأخطاء بمشاركة ثمن من الجيادة المستوردة الثيربريد بانطلاقة 9 بيلو زيرو مع الفارس أندرو إليد يلحق به ثانيا سيلتيك مان مع الفارس أحمد مكي المركز الثالث يتواجد فور ويل درايف مع الفارس عبدالله فيصل بفر زون في المركز الرابع غورتمان خامسا دارك شادو في المركز السادس والمركز السابع كونتشيك بينما تأخر لصحفي في هذا الشو فعلاً أيها المتابعون الكرام لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع 9 بيلو زيرو محاولات أيضاً من قبل بفر زون من وسط الجهاد مع الفارس بن سندرزون من وسط الجهاد هنالك محاولات أيضاً من قبل كونتشيك فعلاً أيها المتابعون الكرام هنالك بفر زون بشعار فيكتوريوس هو الذي يتصدر سباق محاولات أيضاً من جانب السياج من قبل جواد دارك شادو فعلاً هنا بفر زون ما ينتزع صدارة الشوط السابع إذن بفر زون في دخول أيضا من قبل الجواد دارك شادو مع الفارس جوجود بانتظار الصورة النهائية والمعتمد أيضا من قبل لجنة التحكيم وصورة النهاية تونس خليك بالاسطابول ولا راكبة؟ لا لا ها؟ راكبة أوكي راكبة؟ بس تونس ولا بس خلي هناك صور لا 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 شيخ سلطان حلل صح أنا قانون التحليل
تشتبه فرزون؟ اي والله صدق 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 يعني تحليل والله فاجئني حصاني الثاني دارك شادو. اي دارك شادو اي والله استغربت منه يعني مو بهالمستوى هالخيل لا يعني مستوى اضعف. انا قايل لهم بيركض زين الشوط. انت قايل لهم بيركض زين في هاي الشوط؟ في هذا الشوط اي صحيح. الحصان اللي ركض في هذا الشوط بشكل واضح هو دارك شادو. شو اللي خلى دارك شادو صدق يأدي بين هالخيل؟ ترى السؤال اللي حير صح؟ ايه ما عندك جواب لا او تفسير؟ الجواب احتفظ فيه. شفنا يعني دارك شادو داش يعني دخول واجد قوي يعني تقدر تقول له باقي شوي مثلا 100 متر كان دارك شادو. Yeah, no, he's running a good race. Just not quite got up. Personally, I think he's a horse in these 1200. He hasn't got the pace over the 1000. He's shown at the last two starts as well, so hopefully next time he can run over 1200. يحتاج حظ الجوكي بعد الله يهداه بعد اليوم وايد يلعب في يزفن داخل هني في شو اسمه في التراك يا رايح يمين يا رايح لو رايح على مساره بعد ممكن في امل يفوز يعني لكن اليوم الفوز مكتوب حق بن فرزون. كونتشك ثالث ما شاء الله. اوكي فور ويل درايف رابع. هاي السبرنت قالت فوز يعني النتائج كذي الحمد لله. الجانرز ريسنج زعلوا خلص الشوط وسيده مشاو ما نقدر نسألهم الصراحة عن فورويل. شو اللي صار مع فورويل درايف؟ فورويل درايف عادة هالحصان متقلب يعني ساعات تشوفه من الخيول يعني اللي تنافس ساعات تشوفه ما أدري يعني الصراحة شنو مشكلة. هو انظر شوي لما مشى ويا سلتك مان ويا ناندي لوزير هذه شوي انظر لأن حكوه خلوه يبذل مجهود أكبر من اللي هو يحتاجه أول 400 متر فبذل وايد مجهود لان يعني اول 100 متر او يمكن اول 100 متر شويه اوكي كنت بروحي بس بعدين لما ياولي بذل وايد مجهود فهذا الشيء اللي خلاه يتعب. لكن شوف شوط الاسبرين انت قلت لي فرويل وين فرويل رابع مشكله الاسبرين سيد عندنا السنه ما في حصان مميز ثابت على الاسبرين من جد انا ما اقدر اقول لك ان انا هذه اغلب ولا ذي اغلب ولا ما في حصان ثابت. لما نتيني عن حصان ثابت في الموسم يعني يبين ركضه يبين مستواه يبين بجزم لك عليه لكن بفرزون بعد معرض حق الهزيمة. اليوم قيادة موفقة من بن سندرسون ما استعجل فوق الحصان انتظر بما فيه الكفاية ويوم طلب من الحصان جاوب معه بشكل سريع. Today he was off the bridle he half missed a kick and it probably suited him better. Because I had to make his mind up for him, and he's hit the front and he's ran all the way to the line. ألف ألف مبروك باسم الشيخ ناصر بن حمد لفريق فيكتوريس هذا الانتصار. فرزوني كان يستحق هذا الانتصار من السباقات الماضية. بيلو زيرو محاولات أيضا من قبل فرزون من وسط الجيال مع الفارس بن سندرسون من وسط الجيال هنالك محاولات أيضا من قبل كونشيك. والله فوز استاهل فوز فرزون حصان يعني قوي ما شاء الله. صعب ما اتوقع من الخيل يعني اللي بتخسر يعني يكون حصان واجد صعب في المسافات. بوفيزو he's probably the best sprinter in Bahrain. اليوم كان طويل بكل تفاصيله وبكل مواضيعه بس في شيء نسيته. خيل خالد الخاطر ليش ما قاعد تشارك؟ خيل خالد طبعا عقب البوزيتيف كيس توقفت الخيل وخذوا منها تحاليل وتنظرون الحين والنتائج لما تجي النتائج ممكن اتوقع انها هي تشارك باسم مضمر اخر. ما علي بس انا سؤالي ان الحين اللي الخيل اللي كان عليها هاي الموضوع هو استكمال باقي الخيل ليش ما تشارك؟ باقي الخيل فحصوها اللي في اليارد نفسه كاجراء يعني. اي بس حتى لو اي المفروض ان الخيل الثانيه تشارك انا هاي اللي عارفه من قوانينكم يعني. لا
الخيل اللي طلع فيه استكمال ايه؟ طلع بوزيتيف ايه؟ بناء عليه في نفس الفتره نفس اليوم واليوم اللي عقب ايه؟ راحوا خذوا سامبل ايه؟ من الدم من الخيل الباقيه ايه؟ وينطرون النتائج. تاخرت اظنيات مجموعه منها ويقدرون اظنتي قريب انهم اعرف بس الخيل الثانيه اوريدي ما عليها يعني ما طلعت ولا مره نتيجتها انها هي بوزيتيف ايه فهي ليش تمنع من انها تشارك في السباقات؟ بروسيجر اذا يارد في بوزيتيف يدرسون بس ما يمنعونهم يشاركون لما تظهر نتيجة أحد منهم إن هي بوزيتيف بعدين إيه لا هذه الإجراء بنا ترى ويا حسين الديلمي صار نفس الشيء إيه يمكن يعني حسين الديلمي اكتشفوا في حصان إيه؟ إنزين هاي الحصان اللي توقف إيه؟ اللي تم ما يشارك إنزين رماني صح كان إيه؟ رماني إنزين رماني توقف كان ما يشارك وراحوا وخذوا وفحصوا خيله كلها انزين لكن خيله ذي كلها اللي فحصوها تم تشارك انزين طلعت ثاني اسبوع واحده بوزيتيف لين بعد ايه لين ما طلعوا بعدين ايش ما يشاركون ايه بس طبعا مثل ما تعرف فليش الكيس اختلف من حسين الديلمي اللي خالد الخطري لان حسين الديلمي طلع بوزيتيف اسبوع عقب بعد نفس الحاله يعني طلع رماني اول شيء ما يحضرني اسم الحصان الثاني بس مباشره بعد ما توقف رماني في نفس اليارد اللي هو يارد حسين طلع حصان ثاني بوزيتيف. هذه البوزيتيفز تسبب يعني مشكله كريسنج جورسديكشن. احنا من دورنا لازم قد ما نقدر بس حسين خيله تمت تشارك شاركت غير اللي ما طلعوا بوزيتيف كانوا يشاركون وطلع بوزيتيف ثاني غير البوزيتيف الاولي يوم اسمحوا لهم يشاركون طلع بوزيتيف ثاني فانتوا الحين ماخذين هاي القرار على خالد بناء على اللي صار مع حسين الديلمي يعني تفاديا انه يعني يصير مثلا ممكن يصير في غلط في براكتس في 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 نوع من الدواء او شيء فيعني افضل للمدرب ولنا ان الخيل توقف وتطمن اتوقع قريب في منها اظنتي وصلت حق اظنتي 3-4 روس وننطر الباقي بس يمكن ما نتعطل على اساس ننطر يمكن يسمحون حق مجموعه من الخيل تشارك اللي ما طلعت بوزيتيف في شيء طلع بوزيتيف من خيل ثانيين من لا 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 لحد الحين لا وما طلب لحد الحين البي سامبل فهذه بعد طول يعني المفترض على اساس اللجنه تاخذ قرار يعني يا انه هو يطالب بالبي سامبل او اذا يرفض يجتمعون ويتخذون القرار والمساله ما تطول هالكثير لا لا انا عارف انه في بروسيجر طويله هو قاعد يعني ياخذها حاليا لانه هو طبعا مو راضي عن اللي صار ولا مقتنع فيه بنشوف ما في شيء بينتهي قريب والحق في كل شيء في النهايه بيبين حتى لو طول الوقت فالنهايات ليست إلا بدايات ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.